السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتكلم حول تكملة أجزاء المحرك. محاضرتنا اليوم راح تتركز حول الفلاي ويل والسلندر هيد اللي هو غطاء كتلة الأسطوانات، وكذلك نتطرق إلى أنواع السلندر لينير لاينر يسموها اللي هي البطانات، أيضا راح نتطرق لها وبعض المواضيع الأخرى. طبعا وصلنا احنا للفلاي ويل. الفلاي ويل هو باللغه العربيه يسموه الدولاب الطيار، بالعاميه اذا تروحون بالسوق يسموه فلاوين، يسموه فلاوين. هو فلاي ويل. الفلاي ويل شنو؟ عباره عن يقول روتيتنج ماس، كتله دواره with a large moment of inertia. moment of inertia شنو؟ يعني لديها عزم قصور ذاتي. هاي مومنت اوف انيرشيا يعني عزم قصور ذاتي، عزم قصور ذاتي. زين، كونكتد تو ذا كرانك شيفت، ترتبط بعمود المرفق اوف ذا انجن، عمود المرفق اللي هو خاص بالمحرك. مثل ما تشوفون هنا هذا عمود المرفق، هذا عمود المرفق متصله وين؟ متصله بعمود المرفق. هذا هو الدولاب الطيار. وذني طبعا هذا هو شكل الدولاب الطيار. طبعا بشكل عام يقول the purpose of the flywheel is to store energy. the purpose of وين ما تلقاها، معناته الغرض من او الهدف من. زين، او الوظيفه يعني the function ايضا تجي. the purpose of the flywheel يعني الغرض من الدولاب الطيار. يعني ليش خلوه دولاب طيار؟ هو شنو شغل الدولاب الطيار؟ وظيفته هو اولا شنو؟ to store energy. store energy يعني حفظ الطاقة، حفظ الطاقة أو خزن الطاقة. and furnish a large angular momentum، وأيضا يعني يحاول أنه يزودني بعزم دوراني. angular momentum عزم دوراني that keeps engine rotating، يعني حتى يحافظ على المحرك يدور بشكل مستمر بعد ما ينتهي شوط القدرة. لأنه هو شنو اللي يحرك لي المحرك؟ شوط القدره. زين، انا عندي اربع اشواط اخرى. مثلا لنفترض احنا عندنا محرك احادي الاسطوانه، من يصير عندي شوط قدره، اوكي يتحرك الكرنك شيفت، دار الكرنك شيفت. زين، بشوط السحب من اللي راح يدوره، بشوط الضغط من اللي راح يدوره، بشوط العادم من اللي راح يدوره. ما عندنا احنا بس بشوط القدره راح فهنا وظيفة الفلاي ويل هو بشوط القدرة مو تنتج طاقة، جزء من هاي الطاقة راح تتحول للفلاي للكرنك شيفت. من عندها راح تنخذ جزء من عندها بالفلاي ويل. ولهذا هسه انت نشوف مرات من عندك مثلا هذا قرص دائري، اذا تتذكرون هاي الماكينة مال الخياطة القديمة، هاي القدمية بيها قرص كبير وبيها قرص صغير ومرتبطين مثل خلينا نقول شلون مثل السير ناقل. فانت من تجي تدور القرص الكبير بايدك وتعوف، هو راح يستمر بالدوران ما يتوقف. ايش وقت يتوقف؟ اكو قوة احتكاك بينه وبين المحور اللي هو مرتكز عليه. هاي قوة الاحتكاك راح شوي شوي يتوقف. ولكن لو فرضنا جدلا، وهذا الشيء ما يصير، لو فرضنا انه ماكو قوة احتكاك وانت جيت فريت هاي العجلة، هاي العجلة راح تفتر الى ما لا نهاية. ليش؟ انه خزنة الطاقة. زين، الطاقة وين تروح اذا ماكو احتكاك يوقفها؟ وين تروح؟ فوظيفة الدولاب الطيار هو خزن الطاقة. شنو خزن الطاقة؟ بشوط القدرة من تنتج طاقة، هذا راح يعني يستمر بالدوران اثناء شوط السحب واثناء شوط القدرة واثناء شوط العادم، راح كانما يساعد لي على استمراريه دوران الكرنك شيفت. ولهذا شوفوا وزنه ثقيل، ولهذا يحتوي على شنو؟ مومنت اوف انرشيا، يعني لارج مومنت اوف انرشيا اللي هو شنو؟ عزم قصور ذاتي عالي. زين، بعد شنو وظيفته؟ طبعا هي ما مكتوبه هنا، لكن وظيفته الاخرى اذن اذا تشوفوهن، اذن ما ادري اذا شايفيهن او لا، هاي العينه والصينيه، هاي مال كليتش. إذن أيضا راح ترتبط وين؟ يعني هذا يسموه الفلاي ويل، من الطرف الآخر، من هذا الطرف راح ترتبط
يرتبط هذا الجزء اللي هو يسموه القرص الاحتكاكي، هذا هنا يربط، هو بالحقيقة ما يربط، وإنما يعني يوضع ما بين الدولاب الطيار وما بين القرص الضاغط، هذا القرص الضاغط. فالدولاب الطيار مع القرص الاحتكاكي هذا مع القرص الضاغط يكونون لما يسمى بمنظومة الكلتشية، يعني ما رح ندرسها لأنه خارج يعني نطاق الدراسة مالتنا، بس أنتم يفترض أخذتوها بمادة الساحبات الزراعية. فهو وظيفتين به، هو هم يساعد لي على حفظ الطاقة وأيضا يساعد يعني يكون جزء من منظومة الكلتش. زين، وعش شنو عندنا؟ أوكي هاي خلصت. زين، نجي على موضوع آخر اسمه السلندر هيد. السلندر هيد باللغة العربية يسموه غطاء كتلة الاسطوانات أو غطاء الاسطوانات، وبالعامية إذا تروحون بالسوق جماعة التصليح يسموه الكور. الكور يسموه، هو مين جاء من كفر، كفر يعني غطاء فيسموه كور. فهي كلها تسميات للسلندر هيد. زين، السلندر هيد شنو هو؟ The piece which closes the end of the cylinder. يعني شنو؟ يعني فالجزء يغلق لي الاسطوانات من الأعلى. زين، usually containing part of the clearance volume of the combustion chamber. طبعا عادة يقول يحتوي على جزء من الكليرنس أو الخلوص اللي يكون لي غرفة الاحتراق. هذا خلوص، هذا خلوص كليرنس، خلوص وكمباسين تشامبر هي غرفة الاحتراق. زين، هسه راح نجي نشوفها بالصور، بس هسه خلينا نكمل الشرح لانه انا من اشرح هنا هاي من اصور الباوربوينت ما اقدر ارجع على السلايد اللي قبله، فما اقدر انتقل على السلايد اللي وراه، فراح اشرح الشرح وبعدين نروح للصورة. The head is usually cast iron. هذا يقول لك يعني من مصنوع، من الحديد الزهر او الالومنيوم. بعدين شو يقول خليني بس لحظة نطلع هذا. طلاب بس اسمحوا لي، يمكن اكو طلاب دي يطلبون الدخول بس بإيميلات غير رسمية، خلي بس ادخل بالتليفون حتى اقدر اسمح لهم اذا تسمحوا لي بس ثواني. زين، خلينا نكمل بين ما يفتح هذا. بعدين شو يقول؟ يقول the head contains the spark plug. زين، هسه خلينا نجي نشوف هذا السلندر هيد. السلندر هيد شنو راح شنو من يعني شنو راح يحتوي لي هذا السلندر هيد؟ يقول السلندر هيد contains the spark of اسفد لحظه join spark plug. زين، راح يحتوي لي سبارك بلك. اللي هي سبارك بلك وين موجوده؟ احنا تذكرون قلنا السبارك بلك وين موجوده؟ اكو واحد عنده اجابه، بيا محركات موجوده، كل المحركات لو فقط محركات محدده، اذا اكو واحد عنده اجابه. لا بس محركات الشرارة. ممتاز ممتاز، شنو اسمك؟ محمد. ممتاز، سبارك بلك موجوده في محركات الشراره فقط، محركات الضغط ما لا تحتوي سبارك بلاك، ما تحتوي شمعة قدح، وإنما تحتوي انجكترز اللي هو يسموها الحواقن. زين، ممتاز. The spark plugs in SI قلنا spark ignition engine. هاي SI اختصار مال spark ignition engine، محركات الاشتعال بالشرارة. زين، and the fuel injector in CI engines. شوف هنا شو يقول لك، شو يقول السبارك بلاك وين موجوده؟ طبعا السبارك بلاك والانجكترز الاثنين وين موجوده؟ موجوده بالسلندر هيد. السبارك بلاك بما خاصه؟ خاصه بالاس اي انجنز اللي هي سبارك اجنيشن انجن. الانجكتر وين خاصه؟ بالكومبريشن اجنيشن انجنز، محركات الاشتعال بالضغط. زين، بعدين شو يقول؟ يقول and some SI engines، وبعض محركات الشرارة أيضا، لأن تدرون أنتم محركات الشرارة قسم من عدها
ايضا تحتوي على انجكترات. سولفنا بهذا الموضوع، قلنا يعني استغنوا عن الكابريتر، فهي ايضا بها انجكترات، لكن يعني محركات الشراره وان كان بها انجكتر لازم بها شنو؟ لازم بها سبارك بليك، لانه هي هاي منظومه لازم اشتعال بالشراره. فاوكي ماكو تعارض، يعني سبارك بليك وانجكتر اوكي محركات الشراره، محركات الضغط ما بها سبارك بليك نهائيا. زين، بعدين شو يقول؟ يقول most modern engines، معظم المحركات الحديثة have the valves in the head. المحركات الحديثة يقول معظمها ال valves اللي هي الولفات موجودة بالهيد، اللي هو شنو؟ السيلندر هيد، هذا اللي بدنا نحكي عليه احنا. And many have the camshaft. هذا الموضوع اللي اعطيتكم اياه بالارتكلز واللي قرحت راسي بيه، ما تعرفون شلون نسوي يعني بعض من عندكم. زين، يقول have camshaft position there، يعني شنو الموجود في السلندر هيد؟ يعني الكامشيفت هو عادة يكون بالمحركات القديمة يكون يعني قريب المحرك بالأسفل، وعقلنا عن طريق التابت هاي الأقداح، وعن طريق الروكر آرم والروكر شيفت. زين، والبوش رود، يلا عودي دي يضرب لي المكبس، العفو الفالف حتى يفتحه. بينما بالمحركات الحديثة لا، الكام شيفت موجود بالهيد وليس قريب المحرك، فشي يسموه اوفر هيد فالفز اند اوفر هيد كامز. هذا فيما يخص السلندر هيد، راح اقلب على الصفحة اللي وراها حتى شنو، حتى نشوف الصورة مالته والترتيب مالته. هذا هو السلندر هيد اللي كنا هسه قبل شوي بدنا نحكي عنه. خلينا نشوف شنو يحتوي. طبعا تشوفون هسه خلي بي جزء علوي، هذا جزء علوي بي، خلينا نشوف شنو هو، وبي ايضا جزء سفلي. خلينا نشوف من الجزء العلوي شلون شكله ومن الجزء السفلي شلون شكله. الجزء العلوي اذا تشوفوه هذا محتوي على شنو؟ محتوي على ذني الصمامات، هاي النوابض بداخلها اكو شنو؟ اكو صمامات يسموها الفالفز. فالف يعني صمام، بالعامية الفالف شو يسموه بالسوق؟ يسموه ولف. ولف ولف يعني فالف، جاي من فالف. زين، فهنا شنو راح يحتوي؟ طبعا هاي منظومة قديمة، هاي منظومة قديمة. ليش قديمة؟ لأن شوف شو تحتوي، تحتوي على روكر أرمز، ذني المطارق. بالأنظمة الحديثة هاي المطارق ماكو. زين، مو مشكلة، عندنا تحتوي على الروكر ارمز، تحتوي على الروكر روكر شيفت. زين، تحتوي على الصمامات ايضا. هذا من يعني من نشوف هذا الشكل، هذا هو السلندر هيد من الجهه العليا. زين، بعد شنو يحتوي؟ يحتوي على الفالف سبرينج اللي هو هاي تشوفوا امامكم النوابض. قلنا تكلمنا بالمحاضره السابقه عن وظيفه النوابض، وقلنا انه هي النوابض وظيفتها الكامة من توصل إلى حد راح تفتح الصمام. أثناء دورانها هذا الجزء المدبب من الكامة راح يروح، فراح تزول القوة عن الصمام. من زالت القوة عن الصمام شلون راح يرجع إلى محله الطبيعي وينغلق؟ عن طريق هذا النابض. زين، بعد شنو تحتوي من الأعلى؟ خلينا نشوف. طبعا تحتوي على الثرموستات، الثرموستات ايضا اللي هو منظم الحراره، او يعني شو مثل الحساس الحراره. زين، ايضا بها حتشوفون مثل الثقوب، هاي الثقوب عن طريقها راح نقدر نثبتها ببراغي بكتله الاسطوانات بالسلندر بلوك، كتله الاسطوانات ستاد هول. ستاد هول يعني شنو؟ مكانات اللي راح يسموها استدات، يعني مو براغي، يسموها استدات مثل البراغي. زين، ده يقطع حالة عامة لو بس انت يعني صوت، قصدي من اخاف الانترنت يكون شوية ضعيف، انا في حالات اقعد بصف الراوتر. زين، شو تسوي؟ قلنا الله. زين، هذا من الجهة العليا. من الجهة السفلى شلون راح يكون شكله؟ راح يكون بهذا الشكل. طبعا يحتوي على فتحات، هاي طبعا فتحة وهاي فتحة يدخل بها صمام العادم، وفتحة يدخل بها صمام السحب. وايضا تشوفون هاي شنو هاي؟ اذني منو يقول لي شنو؟
هذن الفتحات الصغيرة شنو وظيفتها؟ اكو احد عنده ممتاز ممتاز زين، وحده مال ماي للتبريد زين، الدهن شنو نسوي بيه؟ وين نودي بالسلندر هيد؟ شنو نسوي بالدهن احنا؟ مال شنو احتكاك؟ يعني بالضبط تقدر يعني هو شنو عندنا شيء متحرك هنا بالسلندر هيد؟ شنو عندنا شيء متحرك؟ محمد مو محمد؟ محمد هسه انا ما بدي احكي على سلندر بلوك كتلة الاسطوانة، بدي احكي على السلندر هيد. هسه هذا قدامك شوفه، اذا تشوفه بالصورة شنو بي هنا شيء متحرك السلندر هيد يحتاج تزييت؟ ممتاز ممتاز، هو هذا اللي اريد اوصل له، الولفات او 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 عمود الكامات. هذا عمود الكامات اذا كان علوي موقعه ايضا يحتمد اي جزء دوار، مو صحيح؟ ممتاز ممتاز، اي جزء دوار اي جزء متحرك راح يحتاج الى شنو؟ الى تزييت. زين، فاني شنو عندي اللي يحتاج الى تزييت بغطاء كتله الاسطوانات؟ عندي الولفات تحتاج الى يعني هاي الجايدات مالتها تحتاج الى تزييت، يعني شلون المكان اللي راح تتحرك به، وايضا يحتاج الروكر ارمز، والروكر ارمز ايضا راح تحتاج بحاله اذا عندي كام شيفت، الكام شيفت يحتاج تزييت. فهذا مين يجي الزيت؟ يجي عن طريق ذني الفتحات، وايضا الفتحات الاخرى هي راح تكون للتبريد. ممتاز زين. هسه سؤال اخر بالنسبه للسلندر هيد، بالمحركات القديمه يعني هسه تشوفون هاي الساحبه العنتر اللي عندنا بالكليه الزرقاء، لو تفتحون السلندر هيد مالته اتصور راح تلقون شنو؟ راح تلقون هذه الطريقه، راح تشوفون صمام اكو صغير وعندنا صمام راح يكون كبير. زين، ليه صمام صغير وليه صمام كبير؟ وشنو هو الصمام الصغير وشنو هو الصمام الكبير؟ اكو احد عنده فد معلومه؟ يعني هسه لقيت انه هاي الطريقه. طبعا بالمحركات الحديثه ما يعني كلها نفس الحجم الصمامات، لكن بالمحركات القديمه تشوفون اكو صمام صغير وصمام كبير. فشنو يعني ليش هيك الفرق بيناتهم؟ الاكبر يا هو مال دخول هواء لو مال عادم؟ ممتاز ممتاز، مال دخول هواء يكون اكبر. وتكلمنا ليش؟ قلنا من تذكرون تكلمنا عن التوربو تشارجر والسوبر تشارجر، قلنا انه انا احتاج انه ادخل كميه كبيره من الهواء، صحيح؟ ولهذا يكون صمام السحب اكبر. صمام العادم هو راح يعني بصعود المكبس، هو المكبس راح يطرد لي يعني شلون غصب عنه راح ينطرد العادم، فبس فصمام السحب يسووه اكبر حتى يسمحون لكميه اكبر من الهواء للدخول. الان بالمحركات الحديثه صارت الصمامات كلها نفس الحجم، سواء عادم او سواء شنو سحب. ليش؟ لانه قاموا يسوون دبل كام شيفت، يعني كل اسطوانه بها صمام ينسحب، صمام ينسحب وصمام ينعدم. فماكو داعي بعد اسوي صمام السحب كبير، هو صمامين صارت يعني كانما راح تنفتح لي صمامين في نفس الوقت، فالحجم كانما صار 2x يعني تضاعف كانما. زين، فبالمحركات الحديثه ما راح يشوفون هذا الشيء، راح يشوفوا الصمامات كلها نفس الشيء، بس فقط صمام بالمحركات القديمه راح يشوفون هذا الفرق. زين، بعد شنو عندنا هنا؟ لا شيء ناسي احنا، يمكن ما عندنا شيء. زين، هذا ما يخص السلندر هيد او غطاء كتله الاسطوانات. زين، نجي ننتقل الى موضوع البيستن، المكبس، واللي بالعاميه او بالسوق يسموه بيستن بالام، بينما هو بالانجليزي باللغه الانجليزيه يكون بيستن بالان. زين، فشنو هذا البيستن؟ يقول the cylindrical shaped mass، كتله مثل خلينا نقول اسطوانيه الشكل، cylindrical يعني اسطوانيه الشكل، ذات reciprocates التي تتردد، reciprocates يعني تتردد، back and forth يعني شو احنا نقول ذهابا وايابا، in the cylinder داخل السلندر. شو يسوي يا بهاي البيستن؟ شو يسوي؟ يقول transmitting the pressure forces، ينقل قوى الضغط، in the combustion chamber في غرفة الاحتراق،
to rotating a crank shaft. إذا وظيفة المكبس شنو؟ وظيفة المكبس هو يقول transmitting نقل the pressure forces قوى الضغط in the combustion chamber. طبعا قوى الضغط منين جاية؟ من يصير احتراق راح يصير يعني انفجار، هذا الانفجار راح يولد لي قوة هائلة، قوة ضغط. زين قوة الضغط هاي اني وين من اللي ينقل لي هالكرنك؟ يعني هاي الطاقة المتولدة من اللي ينقل لي اياها؟ هو المكبس هو اللي راح ينقل لي اياها الى الكرنك شيفت. ف transmitting the pressure forces in the combustion chamber to the rotating crank shaft الى عمود المرفق الدوار. زين بعدين شو يقول؟ يقول the top of the piston is called the crown. هذا الجزء العلوي من البستن او من المكبس يسموه الكراون، يعني شو احنا نسميه؟ التاج. And the sides are called the skirts. إذن يسموها شو؟ مثل القميص يسموها، يعني بهالطريقة skirts أو يعني فالتسمية. زين are made of cast iron، يصنع من الحديد الزهر أو الفولاذ أو الألمنيوم. زين المكبس هذا ده شوفوه أمامكم شنو من يش يتكون؟ يتكون أكو بيئة خاديد من هذا شوفوه. إذن الأخاديد، إذن الأخاديد طبعا تختلف من مكبس الى بعض المكابس قد تكون بها 5 أخاديد 3 أخاديد حسب يعني كل شركة ومصنعة. خلينا نحكي هسه على الموجود امامنا، خلينا تشوفون 3 أخاديد. 3 أخاديد عادة الاخدودين العلويين راح تركب بهم ما تسمى بحلقات الضغط compression rings. زين ذني حلقات الضغط راح نتكلم عليها بالسلايد اللي وراء، راح تحصل لي يعني هذا الضغط اللي متولد بغرفة الاحتراق راح تحصل لي اياه ما تخليه ينتقل وين؟ يتسرب الى طبعا هنا المكبس، ما تخليه يتسرب وين؟ الى حوض المرفق، يعني تحصره وين؟ تحصره هنا بالمكبس حتى لا اخسر جزء من الطاقة. زين فهاي حلقات الضغط. زين وعندي باسفل من عند هذا يسموه حلقات الزيت أورينجز، يسموه أويل رينجز أو اختصارا يسموه أورينج أور. نعم ممتاز ممتاز، مداخلة جدا حلوة مهمة. من حضرتك بس الاسم؟ مصطفى جبار. شكرا مصطفى. مصطفى ايش قال؟ يقول حلقات الزيت اللي هي حتكون هنا بالاسفل عاده حلقات الزيت، طبعا هو سبقني يعني هسه بس خلي اشرح لكم حتى بينكم ملاحظه مالتي. حلقات الزيت شو تسوي؟ تمنع هنا، هذا هنا عندي حوض المرفق مو عندي هنا زيت وهنا كرنك شيفت دوار، فتمنع الزيت من الانتقال وين؟ الى غرفه الاحتراق. فمصطفى ايش قال؟ قال احنا نشوف بعض السيارات او بعض المركبات او بعض الباصات او بعض يعني اي محرك كان يطلع دخان لونه ابيض. ملاحظين هاي سيارات الحرم اللي بالجامعه مرات يطلع دخان ابيض، هذا شنو سببها؟ سببها انه حلقات المكبس الاورنجات اللي هي اويل رينجز ذني تالفات، فشو تسوي؟ تعبر زيت الى غرفه الاحتراق. زين الزيت من يحترق داخل غرفة الاحتراق من يصعد راح يحترق، من يحترق راح ينطرد ويا الاكزوز ويا العادم بشكل دخان ابيض. زين فهذا السبب انت من تشوف اكو دخان ابيض قول هذا شنو؟ قول هذا الاورنجات مالته تلفانه. فشو يسوي؟ لازم يروح يبدل، يفتح المكابس يبدل ذني الرنجات اللي يسموها حلقات الزيت اورنجات. زين وترجع السياره او المركبه مثل ما كانت. زين هذا بالنسبه اذا شنو عندنا؟ عندنا اويل رينجز وعندنا كومبريشن رينجز. زين بعد بالمكبس ايش عندنا؟ عندنا مسمار المكبس. مسمار المكبس هذا هو ده تشوفوه، هذا مسمار المكبس. مسمار المكبس هذا شو يسوي؟ هذا كلش مهم، هذا الاجهادات كلها راح توقع عليه. يعني المكبس من راح في شوط القدره راح تتوجه قوه الضغط عليه، من راح يتحملها؟ مسمار المكبس هو اللي راح يتحملها، هو اللي راح ينقل لي هاي الطاقه وين؟ الى الكونكشن رود. يعني المكبس هو المكبس بيش مرتبط ويا الكونكتنج رود؟ عن طريق هذا المسمار، مسمار المكبس.
فمسمار المكبس راح يتحمل احمال عاليه، فلازم يصنع من ماده تتحمل الطرق وتتحمل الضغط. زين، فال هذا مسمار المكبس اكو بيذني تشوفوهن مثل الرنجات، ذني يعني تقف له يعني من الصفحتين تقف له حتى لا يتحرك يمين ويسار. زين، بعد شنو عندنا؟ هذا بالنسبة إلى المكبس، هذا بالنسبة إلى المكبس. ذني البستن رينكس اللي هي شنو؟ حلقات المكبس. يقول ميتال، ميتال رينكس يعني شنو؟ يعني حلقات معدنية that fit into circumferential grooves. circumferential يعني محيطية، grooves يعني أخاديد، أخاديد محيطية، هاي داير مداير المكبس، هاي أخاديد أكو موجودة around the piston. هاي نقطة. النقطة الثانية شو يقول؟ يقول they form a sliding surface against the cylinder walls، يعني تشكل لي سطح انزلاقي مع الجدران الأسطوانة. يعني تدرون أنتوا المكبس من يدخل داخل الأسطوانة ما راح يعني يحتك بالأسطوانة، اللي يحتك هو شنو؟ اللي يحتك هو حلقات المكبس. زين، المكبس ما راح يحتك، فهذني راح تسوي فالسطح انزلاقي تساهم بانزلاق حركة المكبس أعلى وأسفل داخل الأسطوانة. زين، النقطة الأخرى شو يقول؟ يقول خلي أختار البوينتر. النقطة الأخرى شو يقول؟ يقول near the top of the piston are usually two or more compression rings. تكلمنا عليها بالسلايد القبلة، قلنا أكو قرب أعلى المكبس، هذا أعلى المكبس أكو اثنين أو أكثر من شنو؟ من حلقات الضغط، يعني عادة اثنين أو مرات ثلاثة حسب الشركة المصنعة. زين، two or more compression rings، حلقات الضغط compression rings لا تنسوها، made of highly polished hard كروم ستيل، يعني مصنوعة من مادة شلون احنا نقول ثقيلة. زين، من مادة الفولاذ، هذا كروم ستيل يسموها، ما تحضرني بالعربي شنو. زين، يقول ذا زين هاي علي من دي يحكي، على الكومبريشن رينجز. يقول ذا بيربس اوف كومبريشن رينجز، الغرض من كومبريشن رينجز الحلقات الضغط is to form a seal، يعني تكوين شلون نقول سيل، يعني خلينا نقول فتشي يغلق الفراغ ما بين البيستن اند سيلندر، يعني يحكم الغلق. سيل يعني يحكم الغلق ما بين البيستن والسيلندر حتى لا يعبر لي شنو؟ لا يعبر لي هذا الغازات المضغوطه الى الحوض المرفق. زين، وين وصلنا؟ the piston and to restrict the high pressure، حتى يحصل لي الضغط العالي للغازات in the combustion chamber، يحصل ليها في غرفة الاحتراق، ما يخلي جزء من هذا الضغط يتسرب إلى حوض المرفق. from leaking past the piston into the crankcase، حوض المرفق هاي حكيناها. زين، يقول below the compression rings، أسفل الcompression rings اللي هي ذني هاي يسموها compression rings، ذني الاثنين اسفل من عده، هذا شوفوا هذا يسموه اويل رينجز، كم حكينا عليه. يقول below the compression rings، اسفل حلقات الضغط على البيستن، هناك على الاقل واحد، يعني على الاقل يعني واحد او ربما اكثر من واحد من اويل رينجز، يسموه او رينجز يختصروها مرات. زين، which assist in lubricating the cylinder wall and scrapes away excess oil to reduce oil consumption. هاي شي يسوي؟ ذني الحلقات الزيت لي ايضا جدران الاسطوانة، لكن شنو؟ ما تخلي الزيت يعبر، يعني الزيت لجدران الاسطوانة تساعد شلون احنا نقول، يعني كأنما شلون لازم مثل الفرشة وده تدهن مثلا الجدران الاسطوانة، لكن شنو؟ الى الحد اللي ما يعبر هذا الحلقات، يعني ما يعبر الى حلقات الضغط. فهي شي تسوي؟ الزيت لجدران الأسطوانة، وأيضا بعدين بنزولها بصعودها الزيت لجدران الأسطوانة، بنزولها راح تسبب لي قشط الزيت من جدران الأسطوانة وتنزله وين؟ إلى حوض المرفق. زين، طبعا هذا الزيت من يجي؟ هو حوض الكرينك شيفت، هو وين يدور؟ يدور بحوض المرفق. حوض المرفق هو عبارة عن بحر من الزيت، ف
فهو شو يسوي اثناء دورانه؟ وذني اذا تشوفون الثقالات اللي حكينا عليها هاي مال الموازنه، اثقال الموازنه، كاونتر بالانس ويت او هيك شيء، كاونتر ويت، اذني راح تضرب لي الزيت اثناء دورانها الى الاعلى، فراح تتزيت الاسطوانه وتتزيت الامور اللي هي تحت، مسمار المكبس راح يتزيت، النهايه الصغرى للكونكتنج روت راح تتزيت بهالطريقه. زين، ف ايضا من الاشياء اللي راح تزيت هي شنو؟ الاسطوانه. فالى يا حد الزيت الى حد الاورينجز، الاورينجز. زين، ومثل ما قال مصطفى انه حتى تمنع لي الزيت من الدخول الى غرفه الاحتراق وبالتالي خروج دخان ابيض. طبعا من يدخل زيت الى غرفه الاحتراق، هسه واحد يقول لي شنو الضرر؟ خلي يدخل زيت، مو من يدخل زيت انت هذا راح يحترق ويطلع بالعادم، راح يصير عندك سياره تقوم تنقص دهن. الزيت من يحترق هو الدهن مال السياره وين موجود؟ بحوض المرفق، بالكرنك كيس. زين، هذا كل شويه وصاعد غرفه الاحتراق، وانت تشوف انت كذا دور، 2000 3000 4000 دوره بالدقيقه، بالدقيقه الواحده 4000 مره دا يصعد لغرفه الاحتراق ودا يحترق ويطلع. فهذا يصير عندك سياره تقوم تنقص زيت، تجي تفحص الزيت تشوفه منقص ما تعرف ليش. زين، فهذا السبب. زين، عندنا نتكلم ايضا اليوم على ما يسمى بالسلندر لاينر اللي هي او يسموها السليف. السلندر لاينز هي البطانه. طبعا احنا مثل ما عرفنا انه المكبس راح يتحرك داخل الاسطوانه. زين، الاسطوانه وين موجوده؟ الاسطوانه موجوده في كتله الاسطوانات. زين، احنا في بعض الاحيان او في اغلب الاحيان ما يخلون المكبس مباشره بهاي الاسطوانه، لانه تدرون كتله الاسطوانات اذا تلفت من الصعب انه تبدلها. زين، او بعض الاحيان يعني يعالجوها، يسوي لها رايمر او ما شابه، لكن بالنتيجه راح شلون اقول لك، المحرك راح يبدي يتاكل. فاحنا ايش قالوا؟ قالوا احنا نسوي بطانه، مو كان ما نخلي المكبس والاحتراق والانفجارات تصير داخل السلندر بلوك نفسه هاي الاسطوانه، لا احنا نسوي، احنا اسطوانه نسوي تصير كانما تدخل بداخل هاي الاسطوانه اللي هي بالسلندر بلوك، وعن طريقها راح يتحرك المكبس والانفجارات تصير. فاذا بالمستقبل تلفت اشيل هاي البطانه واجيب وحده غيرها، ما اضطر انه ابدل كل يعني كتله الاسطوانات. فخلينا نشوف شنو هاي السلندر لاينرز او سليف. يقول a cylindrical component يعني جزء اسطواني that is removable. removable يعني شنو؟ removable يعني قابل للإزالة، يعني أقدر أزيله أو أستبدله. which is fitted in the engine block يعني يثبتوه وين؟ في السلندر بلوك أو الانجين بلوك، كتلة الاسطوانات. to provide a surface كأنما يعمل كسطح for the piston to reciprocate internally and carry out its compression. يعني شنو؟ يعني يعمل كسطح داخل كتلة الاسطوانات حتى المكبس يتحرك بداخله. زين؟ ويتحمل الضغوط الناتجة من الانفجارات. زين، cylinder liners can be easily replaced. يعني يقول ذني cylinder liners بطانات الاسطوانات كان بيزلي من السهولة أنه تستبدل، وهو هذا إحنا اللي سحكينا عليه. when it wears out عندما تتلف، يعني عندما تستهلك wears out. زين، نقطة أخرى شي يقول it is made in the form of barrel يعني تشبه البرميل، تشبه يعني شلون بشكل أسطوانة هو مثل البرميل. هسه شوفوها، هي طبعا مو مثل البرميل، هسه شوفوها شلون شكلها. زين، from special alloy هاي يقول لك من مصنوعة، سبيكة من الحديد والسيليكون والمنغنيز والنيكل والكروميوم. اذا هي تصنع من سبيكة، من مجموعة من المواد. هاي السبيكة طبعا احنا ليش نستخدم السبائك؟ عادة اذا ماخذين بالمعادن السبائك تستخدم من اني عندي فد يعني اريد مواصفات خاصة لهذا الجزء، فما اقدر اصنعه من معدن معين. يعني مثلا اصنع من الحديد، الحديد قد يخفق في بعض الامور، اصنعه من مثلا الالومنيوم قد يخفق، لكن على سبيل المثال يعني مو يعني بالدقه، على سبيل المثال لو اني الحديد وحده قد يخفق في بعض الامور، الالومنيوم قد يخفق في بعض الامور، لكن من اسوي اخبط الحديد والالومنيوم بنسب معينه راح يطلع لي كانما ما يسموه معدن جديد وانما سبيكه جديده
تحتوي على مواصفات أقوى من مواصفات الحديد ومواصفات الألمنيوم، كأنها مواصفات شاملة. فهاي السبيكة هي يعني خلينا نقول فات خليط من عدة معادن بنسب معينة حتى تكون لي شنو؟ تكون لي سبيكة لها خواص مرغوبة أو مطلوبة. زين، مو هذا كلامنا، هاي خارج الموضوع وين وصلنا. يقول the cylinder liners are of two types. طبعا cylinder liners هي مو two types، هي اكو three types من عندها، لكن هنا راح نركز على نوعيتين يسموها dry liners البطانات الجافة و wet liner. wet يعني رطب، البطانات الرطبة. زين، راح نقلب على السلايد اللي ورا حتى نشوف شنو البطانات الجافة، شنو البطانات الرطبة، وشنو شكل هاي السيلندر لاينرز. اذن هي السيلندر لاينرز. زين، هاي السيلندر لاينرز يقول ديفرنت اوف سيلندر لاينرز. هاي النوعية الأولى يسموها دراي وهسه نتكلم عليها، وهاي يسموها ويت يعني رطب، وهاي يسموها فند يعني بها زعانف او اير كولد. زين، نجي هنا خلينا نشوف هاي اول وحده اللي هي هاي، وثاني وحده اللي هي هاي، وثالث وحده اللي هي هاي. زين، السلندر اللي يسموها دراي، هاي شنو شغلها؟ الدراي هي شنو؟ عندنا كتله اسطوانات. زين، هذه السلندر دراي تجي بالضبط تستقر وين؟ داخل كتلة الاسطوانات، ما عندها تماس مع الماء. يعني تماسها وين راح يكون؟ راح يكون بالاسطوانة اللي هي ضمن كتلة الاسطوانات. يعني ما احنا قلنا كتلة الاسطوانات بها جيوب مائية، لكن هاي الجيوب المائية ما اكو تلامس مباشر ويا هذا النوع، ولهذا سموه دراي يعني جاف. بعكس الثانية لا، يعني هسه لو تلاحظون هنا شو هاي الجيوب المائية، هاي باللون الأزرق ما مرتبطة ويا هذا الجزء الرصاصي الغامق، هاي فقط وين يعني ضمن كتلة الاسطوانات. بينما بالنوع الثاني لا، هاي الجيوب إذا تشوفوها هذا الجزء هسه خلي أرسمه هنا، هذا الجزء هنا خليها، هذا الجزء هذا يكون فارغ، هذا يكون منه فارغ. شنو اللي يسده؟ السيلندر لاينر هاي البطانة هي اللي تسده، فكأنما البطانة راح تكون في تماس مع الماء، ولهذا يسموها ويت. بينما هاي الحالة لا، هاي البطانة ما لها علاقة، يعني هاي هي كلها كتلة الاسطوانات، هاي مجرد يعني تستقر داخل كتلة الاسطوانات ما عندها تلامس مع الماء. هنا لا، هنا اكو حيكون فراغ، عندما ادخل السلندر لاينر داخل كتلة الاسطوانات هذا الفراغ راح يسبب لي جيب مائي، ولهذا الماء راح يكون في تلامس مع هذا النوع من السلندر لاينرز. النوع الثالث اللي هو يستخدم بالمحركات التبريد الهوائي اير كولد انجنز، هذا النوع ايش راح يصير؟ هذا راح يحتوي، طبعا ما عندنا جيوب مائية هنا لان اصلا هو تبريد هوائي، فراح يحتوي على زعانف اذن اللي حكينا عليها يسموها فن. زين، يسموها فنز، زعانف. فهذا هو الانواع الثلاثه مال السلندر. طبعا هذا هنا الرابط هو يعني شلون اخذت من عنده هاي الصور وهاي المعلومات، تقدرون هم تدخلون عليه تشوفوا. بدون ماء، هذا فقط يعني هو تبريد هوائي، فعن طريق الهواء يصير تبادل حراري ما بين هاي الزعانف وما بين الهواء، فالزعانف اذا راح تطرد الحراره الى الهواء الخارجي، ما عندي اي ماء، ولهذا يسموه اير كولد. نعم. ننتقل للسلايد اللي وراء. طبعا هاي ايضا اشكال اخرى من شو اسمه، طبعا انا ادري بيكم هسه انتم جالس تتخيلون هاي، تتخيلون بها لبن شويه وشويه مجرش زين، على كل حال تشبه هاي مال لبن مال ايام قبل. زين، فهاي الانواع من السلندر لاينرز موجوده. زين، راح تستقر وين؟ تستقر هنا داخل هذا الجزء اللي يسموه السلندر، هاي الاجزاء
طبعا قلنا هسه هذا تشوفون امامكم هذا مصمت يعني ما بي فتحات، فهاي مجرد راح تجي داخل هذا الجزء راح يسموها دراي، بينما في بعض الاحيان هذا الجزء هو داخل اكو فتحات هنا فتحات هنا فتحات قد تكون هنا بالاس يعني بالاطراف الاخرى. فمن من اثبت السلندر من اثبت السلندر هي راح تنغلق هاي الفتحات، فالماء راح يكون في تماس معها. هذا الفرق ما بين الويت والدراي. طبعا الفروقات ذني هم اذا تريدون حنمر عليها حتى هم حاولوا تحفظوهن ما بين الدراي لاينر والويت لاينر والفند لاينر. خلينا نجي على واحده واحده، حناخذها طوليا لانهم بعض الاحيان بالعرض ما بها رباط، فناخذها طوليا هيك يعني نشرحها مو بالعرض. فخلينا نجي اول شيء على الدراي لاينر، شنو من يعني خصائصها؟ يقول is not in direct contact with the coolant. coolant مصطلح يطلق على سائل التبريد، سائل التبريد يسموه كولانت، لأنه هو عادة مو فقط ماء، يعني شلون نقول مجموعة من المواد مخبوطة، يعني هو صح يسموه ماء لكن اكو امور اخرى فيسموه كولانت، سائل تبريد. زين فيقول is not in direct contact with the coolant، يعني هو الدراي لاينر مثل ما تكلمنا هي مو في تماس مباشر مع شنو؟ مع سائل التبريد. بينما هنا خلينا نشوف السماط ذني نفس الشيء اسمه، بينما بالحالة الثانية الويت لاينر يقول interact with engine coolant directly to protect the piston، يعني تكون في تماس مباشر مع السائل تبريد المحرك هاي الويت. بالنسبة للفند راح تكون فقط هي يعني تصمم إلى التبريد الهوائي، يعني أصلا ما عندي في شيء اسمه ماء أو كولنت سائل تبريد. زين هنا يقول relatively thin thinner than weight liner، هاي تكون أخف يعني سمكها أقل من الويت لاينر. ليش؟ لأنه أنت هاي ما راح تكون في تماس مع يعني تماس مع الماء، وما راح تكون هي اللي راح تتحمل الضغوطات، لأنه أكو فشي يسندها اللي هي كتلة الأسطوانات محيطة بها من كل جانب. بينما بالويت لاينر لا، كتلة الأسطوانات ما محيطة بكل جانب، أكو مكانات راح تكون مفتوحة، فاللود كله وين راح يصير؟ راح يصير على البطانة نفسها، يعني عندما يحدث انفجار داخل كتلة داخل يسموها غرفة الاحتراق الكومباستشن تشامبر، هذا الضغط جزء من عنده راح تتحمله هي البطانة نفسها، فلازم تكون شوية قوية. زين وايضا هي راح تكون في تماس مع الماء، يعني لازم تصنع من ماده ايضا ما يعني شلون نقول تتحمل الصدا ما تصدق. زين هاي الفند لاينر تقول تحتوي على شنو؟ تحتوي على زعانف. احنا قلنا نمشي بالطول لكن قلنا نمشي بالعرض مو مشكله. زين fits directly against the wall of the cooling jacket in the cylinder block، يعني شنو يقول؟ تثبت بشكل يعني جدار تثبت بشكل عفوا تثبت داخل جدار الاسطوانة. زين يعني ما الووتر جاكيت ما محيطة بيها، يعني هذه موجودة داخل كتلة الاسطوانات ما راح تكون جزء من الووتر جاكيت. بينما بالويت لاينر لا، يقول may have a cooling water space between the engine block and liner، يعني ربما سيكون فراغات مائية أو جيوب مائية موجودة بين السيلندر بين الانجين بلوك اللي هي هاي كتلة الاسطوانات وما بين البطانة، يعني اكو جيوب مائية راح تكون. or they may have integral cooling passages، يعني تحتوي على ممرات متكاملة للتبريد. يعني انت هيك افهمها، افهم انه الدراي ما راح تكون في تماس مع الماء، الويت راح تكون في تماس مع الماء. زين هنا يقول هي لسه السؤال اللي ساله زميلكم قبل شويه بالنسبه للفند هاي ذات الزعانف، يقول heat dissipation، dissipation يعني انتشار الحراره او يعني شلون طرد الحراره. heat dissipation is carried through the mode of forced convection، عن طريق قوة يسموها التوصيل الحراري زين او الحمل الحراري with the help of its fins، عن طريق الزعانف. زين فهاي الزعانف لازم شنو تكون صفة من صفاته؟ انه تكون هسه سؤال لكم، انا اذا اريد الشيء يكتسب الحرارة بسرعة ويفقده بسرعة
هذا لازم أجيبه توصيل حراري عالي عنده لو توصيل حراري قليل. مضبوط، عالي، ممتاز ممتاز. يعني أعطيكم مثال بسيط، هسه الماء، الماء من خصائصه أنه يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها أيضا شنو ببطء. لكن أنت من تجيب مثلا الزعانف لازم شنو، لازم الماء، العفو، لازم الزعانف تكتسب الحرارة بسرعة من داخل المحرك وتطردها للهواء أيضا تفقدها بسرعة، فيسموها شنو، هاي ثيرمال كوندكتيفيتي، يعني توصيل حراري عالي، هاي ثيرمال كوندكتيفيتي. زين ممتاز. بعدين شو يقول، بالنسبة للدراي لاينر يقول its replacement is easy، تبديلها سهل. زين ما عندنا فن مشكلة بيها، بس مجرد نشيلها وها هي ونجيب غيرها. أما بالويت لاينر يقول شو تبديلها شوية قد يكون صعب. ليش؟ إنه من نشيلها راح الماء الموجود بالجو المائية راح ينسكب، يعني راح نفقده، ويعني يسبب لي مثل شلون نقول، يعني الماء راح يسبب لي فد بعض المشاكل، يعني يكون احاول امسحها واسوي لها بطريقه معينه. زين فاخذ بنظر الاعتبار انه الماء راح شنو، راح قسم من عنده راح ينسكب، لانه هي مسبب صايره كجزء من الممرات المائيه او الووتر جاكيت، ووتر جاكيت. زين هاي هنا ايضا دا يقول نفس الحاله، يقول it designed to support an air cooled engine and thus cannot be installed in any، ها يقول هنا الفند لاينر هذني ما ممكن اني اخليها بالمحركات اللي تبريدها مائي، لانه هي مصمم فقط للمحركات اللي تبريدها هوائي. زين هنا يقول heat dissipation is not quite efficient، بالنسبه للدراي لاينر طرد الحراره راح يكون مو كلش كفو، بينما بالويت لاينر راح يكون اكفأ. ليش؟ لانه البطانه راح تكون في تماس مباشر مع الماء، فبسهوله راح تنطرد الحراره الى الخارج بالنسبه للويت لاينر. زين يقول هاز فيري افكتيف هيت، بالنسبه للفند لاينر يقول لها كفاءه عاليه لطرد الهواء. يعني ذني فت فروقات ما بين الانواع الثلاثه للبطانات الموجوده، وهذا الرابط ايضا هو نفسه. نعم اتفضل اتفضل. نعم 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 هو الصور يخلون، لان الاسطوانه من الاسطوانه، يمكن خليت لكم فيديو محاضرات من انزلها، انزل لكم فيديوهات ولو هي باللغه الانجليزيه، بس يعني شلون يركبوهن شلون كجزء عملي تكون يعني لكم اذا تريدون تطلعون عليها. فهي يعني من ينزلوها بالسلندر بلوك راح يخلون ماده معينه، بس ما اعرف هي الماده انت تقول عليها او لا. بالنتيجه هو انت بس اريد اوضح لك مساله، الدراي لاينر هي حتى لو كان بيها ماده، بالنتيجة هو لازم أنا عندي ووتر جاكيت، لازم عندي جيوب مائية بداخل كتلة الأسطوانات. هذا بس هي هسه إذا تشوفون فيديو أكو مادة، يعني يخلون عليها مادة، فاحتمال هي المادة نفسها اللي تتكلم عليها. ما أعرف يعني صراحة ليش أقول لك. الله يحفظكم. زين بقى عندنا آخر سلايدين حتى ننهي المحاضرة إن شاء الله. الآن راح نجي نشوف شنو التوب ديت سنتر وشنو البوتوم ديت سنتر، مصطلحات اللي هي خاصة بالأسطوانة. زين وخاصة بحسابات الأسطوانة اللي راح ناخذها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. فنجي بس إذن المصطلحات نحاول نفهمها. توب ديت سنتر هي أعلى نقطة، the uppermost position of the piston، أعلى نقطة راح يوصلها المكبس. بوتوم ديت توب ديت سنتر، bottom dead center the bottom most position of the piston، يعني اوطأ نقطة ممكن ان يوصلها المكبس. ليش سموها نقطة ميتة عليا ونقطة ميتة سفلى؟ احنا تكلمنا عن هذا الموضوع، بس اذا اكو احد عنده اجابة. مضبوط، السرعة تكون صفر، كلش ممتاز. سرعة المكبس راح تكون صفر عند هذه النقطة، ولهذا يسموها ميتة. زين لانه المكبس ده يعكس اتجاه حركته، فيوصل الى صفر بعدين يعكس اتجاه حركته. ممتاز، فيسموها ميته.
وتوب اللي هي علويه وبوتوم يعني سفليه. زين بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا فد مصطلح اسمه الستروك، او خلينا نجي على البور، هو هنا مطي لي اللي قدام البور. هذا المصطلح اذا سمعوه ذا بور ان ذا دايمتر اوف ذا سلندر، يعني شنو؟ هي طبعا هذا المصطلح مو يعني شلون اقول لكم، يعني شويه صياغته مو تمام مو دقيقه. البور هو المسافه، هاي يسموه قطر الاسطوانه، قطر الاسطوانه ببساطه. البور هو قطر الاسطوانه، بايش يحسب؟ يحسب بالمليمتر او بالسنتيمتر حسب شو اسمه. فانت من تسمع بور هذا معناته قطر الاسطوانه. زين من يعطيني قطر الاسطوانه اقدر احسب محيط الاسطوانه؟ نعم اقدر احسب محيط الاسطوانه. محيط الاسطوانه شو يساوي لي؟ البور القطر اللي هو دي في باي، مو القطر في باي. زين الدي هو شنو؟ هو البور، فالبور في باي هذا المحيط. زين المساحة نصف القطر تربيع في باي، القطر هو البور، فالبور نصف القطر يعني البور على 2 تربيع في باي. ايش راح يصير من ادخل التربيع على القوس؟ راح يصير البور تربيع على الاثنين تربيع، الاثنين تربيع راح يصير 4، فبور تربيع على 4 في باي. البور يعني هو الدي، لا تدوخون، لا تصير عندكم فد حاله من يعني شلون نقول ارباك. الدي هو البور قطر الاسطوانه خلاص. زين الستروك شنو؟ الستروك لا يجي احد يتوهم يقول الستروك هو من النقطه الميته السفلى الى اعلى الاسطوانه، لا مو الى اعلى الاسطوانه. الستروك هو المسافه، ما ذا ديستنس، هيا شوف ذا ديستنس ذات ذا بيستن ترافلز فروم بوتوم ديد سنتر بي دي سي تو توب ديد سنتر تي دي سي، يعني المسافه التي يتحركها المكبس من النقطه الميته السفلى الى النقطه الميته العليا، هذا يسموه البور، يعني هذا هو البور فقط. زين هذا شنو؟ هذا البقيه هاي يسموه غرفه الاحتراق، غرفه الاحتراق الكومباشن تشامبر، الكليرنس يسموه. زين فهسه اني من اريد احسب حجم الاسطوانه، تتذكرون احنا قلنا حجم المحرك بعض الاحيان يرمزوا له مثلا 1.8 2.8 3 لتر مثلا 5 لتر، اذني الرموز هي حجم المحرك. حجم المحرك شلون احسبه؟ من حجم الاسطوانه. طبعا ما راح ندخل بالتفاصيل لان هاي كلها راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره اللي راح تجي ان شاء الله القادمه، فبس اريدكم تحفظوا لي هاي المصطلحات اللي هي الستروك. ستروك زين تفتهمون لي شنو معناتها، والبور زين، وبعد شنو عندنا؟ هي بس اذني يعني حفظون حتى ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح نشرحها بالتفصيل شلون راح نحسب حجم الاسطوانه، نحسب حجم المحرك، حجم غرفه الاحتراق، الكومبريشن ريشيو، نسبه الانضغاط، هاي كلها راح ان شاء الله نحاول نغطيها بالمحاضره القادمه. طبعا اخر شيء راح نتكلم يعني هذا الشكل اللي هو راح يعني شلون ملخص اللي حكيناه من اجزاء المحرك، ومؤشر لك عليه ايضا هاي الكرنك شيفت هنا، هذا ذراع التوصيل كونكتنج رود. اذا تريدون حتى تحفظون التسميات مالتها باللغه الانجليزيه وتطبعوها ببالكم كصوره حتى لا تنسوها، هذا المكبس البيستن، هذه النقطه الميته العليا، النقطه الميته السفلى، زين كلها مأشر لكم اياها. هاي شوفوا هذا حد النقطه الميته السفلى، حد النقطه الميته العليا، غرفه الاحتراق هاي، اذني الصمامات، النوابض، زين السلندر هيد هذا اللي قلنا يحتوي الصمامات حكينا عليه بالبدايه، فكلها هنا موجوده تقريبا، تقدرون ايضا تشوفوها بشكل مركب بعد ما شفنا كل جزء على حده، هنا راح تشوفوها بشكل كلها مركبه مع بعض. طبعا هذا الجزء المربع المستطيل هذا هو المكبس نفسه، يقول لك من ينزل الى النقطة الميتة السفلى هذا. زين؟ ما ادري اذا عندكم اي سؤال استفسار، طبعا انا اسف اذا شوية كانت عندي سرعة بالشرح يعني، طبعا مما يعاب علي انه انا عندي سرعة يعني اشرح شوية سريع، تحملوني شوية، بس اذا عندكم اي مداخلة انا حاضر، تحياتي لكم جميعا.